بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل كبسة باللحمة الضاني. الكبسة بقى اللي هي إيه على أصلها باللحمة الضاني دي خطيرة وريحة وطعمه في منتهى الجمال. أولا أنا سخنت طبعا الزبدة، وبعدين هحمر فيها اللحمة تحميرة كده، يعني تاخد لون كده بس تشويحة كده، قبل ما مش هسلقها عشان ما تبقاش لونها فاتح، لا أنا عايزاها لونها غامق شوية. فانا هديها تشويحه من الناحيتين كده. بعد ما اديها تشويحه احط لها البهارات بتاعتها واحط لها ميتها، ميه سخنه طبعا لما تستوي، وبعدين ايه بحط لها رز. انا جايبه طبعا رز بسمتي، يعني هي الكبسه تنفع بالرز المصري عادي، بس هي حلاوتها بالبسمتي بصراحه يعني. فانا نقع الرز اهوت بقى شويه على ما اللحم بس تسوي، لان اللحمه الضاني دي ما بتاخدش سوى زيها زي اللحمه الحمراء العاديه. انا دلوقتي هي بقلبها على الناحيتين، وبعد ما اقلبها على الناحيتين اجيب لها ايه البهارات بتاعتها برضو، اديها تقليبه معاها، وبعدين احط لها العقد بتاعها. طبعا البهارات اهوت ملح وقرنفل، ديت نجمه اليانسون. نجمه اليانسون دي خطيره 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 في الكبسه. وطبعا وحطيت القرنفل والملح والفلفل والليمون الناشف والقرفة. القرفة ما بحطش قرفة مطحونة، بحط القرفة اللي هي العيدان ديت البهارات بتاعها، وشوية كركم صغيرين مش كتير الكركم. خلاص يبقى أنا حطيت إيه نجمة اليانسون دي جميلة جدا، وحطيت طبعا الليمون الناشف ده أساسي، القرفة الخشب دي أساسي، حطيت ملح وفلفل أسود وشوية بتاع دوت كركم. خلاص انا دلوقتي حطيت لها ميه سخنه اهو، هسيبها لما تستوي، وبعدين لما جستها كده الان يعني ايه بدات السوى بتاعها يعني حلو يتحمل بقيه الرز تبقى مستويه بروح احط لها ايه الرز. طبعا انا حاطه ملح بسيط، لكن لما لقيت تستوي هكمل بقيه الايه الملح بتاعها اللي هو يظبط الطعم بتاعها ان شاء الله. بص الرز اهوت البسمتي انا نقعاه هحطه بقى واظبط له ايه العقد بتاعه. هو الكبسه ممكن تطلع الرز بتاعها ابيض، ممكن تطلع الرز بتاعها اصفر، ممكن تطلعي رز حبه وحبه، ممكن تطلعي انا النهارده هطلعه غامق شويه كده، لان انا محمره اللحمه عشان فيها دهن كتير وكده، فانا حمرتها بحيث ان هي تديني اللون الجميل بتاعها. خلاص كده انا ظبطتها كده، هحط لها سنه الملح بتاعتها تظبط الطعم، وهغطيها بقى واسيبها لحد ما الرز يستوي. خلاص وبنعمل طبعا جنب منها الدقه بتاعتها اللي هي البقدونس، ومعاها الطماطم ومعاها الفلفل الحامي، بنضربهم طبعا في الكبه بنعمهم قوي، ونحط عليهم ملح وليمون وشويه خل. دي لازم 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 تكون جنب الكبسه، بناخد منها نحط على الرز، يعني ما بيحبش جنبيها سلطه ولا حاجه، لا هي الدقه اللي احنا بنعملها ديت. وطبعا بنطلع مخلل، لو في مخلل متوفر في البيت بنطلع، بس الدقه ديت لازم. انا هوريكم دلوقتي انا بعملها ازاي. طبعا انا عملتها كتير، لان انا معظم الاكل بتاعي مايل للسعودي اكتر من عشرتي هناك. انا يعني قعدت 25 سنه عايشه هناك، يعني من عشرتي هناك اكل كله مايل للسعودي، فبنفس الطريقه دي، بس بنعمل برضو الاكل بكل الانواع. هو ده خلاص انا حطيت لها بقيه الميه بتاعتها العقد، هغطيها بقى واسيبها بقى لما تختم خالص بقى ويستوي الرز. هنبدا بقى نعمل ايه الخلطه بتاعه الكبسه. اهوت انا حطيت طبعا انا عندي الخضره دي كانت في الفريزر، عنديش خضره طازه، وحطيت فلفل احمر على فلفل اخضر، وحطيت الطماطم، هحط لها بقى الملح والليمون والخل، واقلبها تقليبه بقى حلوه، وبعدين اعبيها ايه في السلاطين كده ان شاء الله. طبعا الليمون بيديها طعم جميل، والخل برده في نفس الوقت. خلاص انا ضربتها اهوت، شفت هي جميلة وريحتها جميل. ادي الرز خلاص استوى، واللحمة طبعا مهرية، يعني اللحمة مستوية. فانا عاملة الرز المرة دي غامق، مش عايزاه فاتح، عشان كل مرة يبقى ليه شكل في الطعم وليه شكل في اللون، يخطف العين كده اهوت وهو محطوط. طبعا هي خلاص احنا خلصنا الاكلة بتاعتنا جميلة، وما شاء الله الرز ده بيزيد جدا جدا وحلو، يعني بصراحة الرز اللي هو الهندي الاصلي ده. هكمل بقى بقية الطبق والغرف وكده،
لو عملتيها رز برضو رز مصري مفيش مشكلة في الرز المصري، بس هي يعني احنا اتعودنا على ان احنا لما نعمل كبسة او نعمل اي حاجة مايلة للاكلات اللي هي الخارجية دي بيبقى هو الرز البسمتي، يعني هو تعود بس مش أكتر. لكن لو ما لو انا ما عنديش رز بسمتي عادي هعمل رز مصري مفيش مشكلة فيه. طبعا اللحمة الضاني فرقة كتير، الريحة طبعا انتم مش شامين بقى الريحة فرقة، الطعم برضو فارق لما انا دقت الرز وكده فارق عن اللحمة الحمراء. لكن ممكن تتعمل بفراخ، ممكن تتعمل بلحمة حمراء بلحمة ضاني، وكل حاجة وليها طعمها وكل حاجة وليها مذاقها وانت بتاكليها. انا هي خلاص خلصت اهوت الاكل اهوت، طبعا هنغرب بقى ونقدمه ان شاء الله. الاكل سهل وجميل وكله كله في حله واحده كده اهوت، وفي نفس الوقت لامي من اللحمه مع الرز جنب منه الخلطه بتاعته، اكل جميل يعني. اتمنى يا رب يكون اكل بيعجبكم يا رب ان شاء الله، واتمنى تعملوا لي بقى شير وتشتركوا في القناه لكل اللي يشاهد، واشكر كل اللي بيشاهد وكل اللي بيكتب لي كومنت حلو اشكره من كل قلبي، اشكر وبالف هنا وشفا يا رب للجميع يا رب. جربوها كده ان شاء الله، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بص الحبه حبه الرز جميله ازاي، وبتزيد بيزيد كتير جدا، يعني انا عامله تقريبا حوالي كوبايه وربع كده مش كتير، ما شاء الله عمل كميه حلوه قوي قوي ما شاء الله. بس انقعيه شويه، انقعيه يعني عادي، ممكن تنقعيه في ميه دافيه، ممكن تنقعيه في ميه عاديه، انا بنقعه والله بميه عاديه، ما بحطوش في ميه دافيه خالص صراحه، بنقعه في ميه عاديه وبسيبه كده برده شويه كده حلوين، وبعدين احطه مثلا لو انا بعمل بيه اي اكل سواء كبسه او غير او غير، بيطلع في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، ومفلفل وجميل وفي نفس الوقت طري، ما بيطلعش ناشف، يعني اهم حاجه ان هو ما يطلعش معاكي ناشف. بس اتمنى يعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اكله جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.